اهلا بكم. خلينا اكلمكم في حاجات مهمه جدا. المجتمع المصري فيه حاجات بتحصل فيه على مستوى الطب، ومش قصدي بس في المجتمع، انا كمان قصدي على مستوى السوشيال ميديا، على مستوى الاعلام، مش الاعلام قوي، نقدر نقول على مستوى بعض الشاشات اللي تنتمي الى التلفزيون، اقصد بيها بعض الشاشات اللي بتعرض افلام، اللي بيسموها قنوات الافلام. يعني في حاجات وهمية جدا، يعني مثلا في بعض هذه القنوات اعلانات معينة عن أدوية وهمية، مجموعة قنوات كده بتعرض افلام عربي قديمة او جديدة، وفي النص ما بين الفيلم واجزاء منه يتم عمل زي برنامج صغير، اعلان صغير عن فكرة عبقرية لدواء جبار لعلاج الروماتيزم مثلا. الكلام ده كله ليس له علاقة بالعلم، ليس له علاقة بالطب، لا يعالج شيء. وتبص تلاقي اللي بيتكلم ده ممكن جدا معرفش بقى تخصصه ايه، معرفش هو خريج ايه، الله اعلم، بس بيروج لمنتج واضح ان هو انتاجه بتاعه يعني. والترويج له بيتم بطريقة ابعد ما تكون عن العلم. يعني مثلا يجي يتكلم على الانزلاق الغضروفي يقول لك انا عندي الكريم اللي بيعالج الانزلاق الغضروفي. من امتى في كريم بيعالج الانزلاق الغضروفي؟ والكريم، الكريمات المسكنه للالم ما موجوده في كل الصيدليات، هي نفس الماده، مكونات معروفه جدا. ليه انا هشتري منتجك الغالي ده اللي موجود في قنوات؟ طبعا انا بقول دايما للناس ما تشتريش حاجه من خلال هذه القنوات، ما تشتريش شيء، سواء بقى كريم، كبسولة، كريم سحري، كريم فظيع، كريم علمي، تحت أي مسمى، هذه الكريمات التي تعالج بعض من ما يعتقدونه من أمراض ليس لها واقع علمي. وطبعا أجهزة الدولة مشكورة زي جهاز حماية المستهلك بيقوم بدور كبير جدا، لكن هو من الصعب جدا إن احنا نسيطر على هذه البؤر ديت، لانه هي بؤر قايمه على اتصال تليفوني. نمره بتتحط على التليفون على شاشه القناه، فيعني الانسان المريض اللي بيعاني مثلا من خشونه ركبه بيروح رافع سماعه التليفون، ابعتوا لي الكريم اللي انتم بتقولوا عليه ده، الكورس بتاع كورس مش عارف ايه كده، يبدا ويدفع فلوسه ويوصل له من خلال التوصيل للبيت. طبعا جهاز حماية المستهلك هيروح لكل بيت ويعمل تأمين ازاي؟ ده مستحيل. فالثقافة بتاعت الناس لازم تكون، لازم عشان فكرة ان انا اتعامل مع دواء من غير اشراف طبي ده في منتهى الخطورة. المسألة بتطول احيانا بعض الامراض المزمنة، وانا قلت قبل كده انه الناس اللي عندها عدم ضمير اللي عايزين يلعبوا باوهام الناس بيدوروا على الامراض المزمنه. فمن ضمن مثلا الامراض المزمنه المعروفه جدا السكر، سواء من النوع الاول او الثاني. يطلع برضو واحد سواء بقى من خلال السوشيال ميديا، لانه بقى كارثه السوشيال ميديا، لانه اي حد بيسجل اي حاجه بدون رقابه، بيسجل فيديو لنفسه ويطلعه على صفحته، بيعمل صفحه ويطلعها يقول لك انا ابتدعت علاج جديد يعالج السكر من النوع الأول. طبعا لو واحد ابتدى علاج يعالج السكر من النوع الأول علاج نهائي، ده هياخد جائزة نوبل، واعتقد انها تكون من اقوى جوائز نوبل عبر العصور، والعالم كله هيحمله على الأعناق. ومع ذلك النوعية دي من الناس موجودة، نوعية اللي بيستغلوا مرض الناس في الضغط، في السكر، سكر بالذات فيروس سي، يمكن نتيجة انتشار جهد الدولة الرائع جدا في علاج فيروس سي الفترة اللي فاتت، والعلاج فعال فعلا وبيقدم نتائج مذهلة، وناس كتير الحمد لله شفيت من فيروس سي، فتراجع النصابين في مجال فيروس سي. لكن ما زال في السكر موجود، أعتقد في الفشل الكلى وفي مشاكل الكلى ما زال موجود. بعض الناس طبعا هنروح دلوقتي نتكلم على السمنة ده لوحده، لكن السكر ملوش علاج نهائي لا النوع الأول ولا الثاني. الثاني لو الإنسان خس، عمل رجيم وخس
وقلل وزنه هيتحسن جدا، السكر ربما يختفي لو وعنده سمنه مفرطه وعنده سكر من النوع الثاني وعمل عمليه من عمليات انقاص الوزن بمقاييس مظبوطه هيرجع تاني الى وزنه الطبيعي، والسكر من النوع الثاني لانه مرتبط بالسمنه سيختفي ويتحسن السكر. يتحسن في فرق بين يختفي في حاله النوع الثاني ويتحسن في النوع الاول. برضو التخسيس ده قصه كبيره جدا، وده للاسف عملية الخداع اللي الناس فيه كانت على نطاق ممنهى أكتر، لأنه واضح أنه كان بيكسب. فتلاقي مثلا منظومة بقت عملت كاملة وبدأت إعلانات مكثفة عن نوعية معينة من الأدوية بتخسس، ويسموها اسم شيك أتراكتف ويعلنوا عنها في قنوات. وأنا قلت ما تشتريش دواء من خلال قناة، دواء من خلال صيدلية، وصيدلية تكون الدواء متأكد من أنه فعلاً موافق عليه من وزارة الصحة، موافق عليه من منظمة الأغذية والأدوية في مصر وبره مصر. خلي بالكو أنه حكاية أدوية التخسيس ليها فيلم بتعمل، يجيبوا واحد خس بأي طريقة، ممكن يكون عمل رجيم، ممكن يكون عمل عملية وغلبان، صوروه قبل وبعد، يجيبوا صوره ويقول لك ده خس بالدواء بتاعنا. طبعاً ده مش حقيقة، ده بيبقى زي ما بقول لكم ممكن جدا يكون عمل عمليه، ممكن يكون خس نتيجه رجيم قاسي او نتيجه انه اصيب مثلا بسكر من النوع الاول فخس، فيستغلوا دوت ويظهروا الشخص ده على انه يعني ويحكي قصته. هو احنا لما بنجيب مريض في مجال السمنه بالذات، يعني هو المجال الوحيد اللي احنا ممكن نستدعي فيه مريض يحكي قصته هو مجال السمنه بالذات. ليه؟ لأنه السمنة المفرطة مرض مزمن خطير له توابعه، وأنه ممكن جدا يكون الحل مع السمنة المفرطة أنه يكون يعمل جراحة طبقا للعلم. العلم بيقول كده، العلم بيقول أنه في أنواع معينة من السمنة المفرطة النظام الغذائي فيها والرجيم قد يكون شبه مستحيل. لما نقول واحد 200 كيلو أو 180 كيلو من الصعب جدا، بل انه ربما يكون بين قوسين من المستحيل علميا انه احنا نخسسه الوزن الطبيعي بتاعه اللي هو يبقى 70 كيلو برجيم. تقوم تقول لي لا في واحد عمل كده، واحد عمل كده، ده مش هو المقياس العلمي. العلم ما ينفعش نقوله على واحد او اتنين، تجربه شخصيه او طفره اراديه معينه. لكن انا هجيب العلم بيقول ان اجيب عدد كبير من الناس متساويين في الوصف، عندهم مثلا 200 كيلو، اجيب 100 انسان، اشوف ال 100 دول لما يعملوا الجيم كام واحد منهم ممكن ينجح. هو ده العلم. وقدامهم ال 100 دول لما اعمل لهم عمليات مثلا زي تكميم المعده او تحويل المسار هينجح قد ايه؟ عايز اتكلم برضو بما اني دخلت في التخسيس في الحته دي، في ما يتعلق بالطرح العلمي لمشكله طبيه ممكن تلحق بمريض يتعرض لمشكله في احدى العمليات. لان انا تابعت في السوشيال ميديا حالة مرضية راحت عملت عملية تحويل مسار، رجل أعمال عملت عملية تحويل مسار وللأسف توفى. لما تابعت القصة وجدت أولاً أنه عملها عند حد غير متخصص، لما تابعت متخصص ما لقيتش أنه هو متخصص في جراحات تحويل المسار أو في جراحات التخسيس. القصة لما بيحصل نوع ده من المشاكل، وطبعا مع كامل احترامنا وتقديرنا لحزن العيلة، لازم عيلة المريض لازم ننظر الموضوع بطريقة علمية. يعني الأول ندرس هل حدث هذا الأمر نتيجة خطأ طبي؟ الخطأ الطبي بداية هل كان من متخصص نقول عليه خطأ طبي بقى هنا، ولا من الأول اللي عمل العملية كان غير متخصص، فتبقى المسألة بين قوسين مش خطأ بقى، تبقى جريمة لأنه اللي عمل العملية غير متخصص. لازم أولاً وأنا بحلل الموضوع دوت وبفكر إن أنا أكيف هذه القضية لمعاقبة المخطئ، لازم ما أعممش، ما ينفعش أعمم. التعميم صورة سلبية جدا في كثير من المواقف. التعميم ان انا اقول انه اكيد العمليات الخاصة بجراحات السمنة فيها مشكلة، لا، مين اللي قال كده؟
ده في كم بشري رهيب في مصر وبره مصر وفي العالم كله حياتهم بدأت بعد ما أجروا جراحات سنة، بس على إيد المتخصصين بمقاييس الاحتراف بمقاييس السليمة، غير كده هيبقى في خطأ كبير. أرجع تاني بقى أقول زي ما قلت لكم التحليل الموقف بطريقة علمية، أشوف اللي حصل إيه بالظبط، الظروف اللي حصلت، مين اللي أجرى العملية، مين اللي قام بالتخدير، العملية لما أجريت هل في خطأ تم أثناء إجراء العملية ولا لا؟ طب الخطأ ده خطأ بين قوسين تحت مظلة ما يسمى بالأخطاء الطبية ولا إهمال طبي؟ في فرق بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي، فرق كبير جدا. في فرق بين مضاعفة محتملة بعد عملية وبين خطأ أو إهمال طبي. الإهمال جريمة، الخطأ دوت لازم نقف قدامه ونقيمه، مش إحنا، لجنة من الكبار في مجال التخصص ده هم اللي بيقيموا. ثم ننظر بقى إلى المضاعفة، المضاعفة ده شيء تاني خالص، يعني جراح عمل عملية جيدة جدا، عملها بمقاييس طبية جيدة جدا، المشرفين عليه أو أساتذته أو اللي لهم باع في التوصيف هذا الأمر حكموا بأنه عمل كل الستبس والخطوات الطبية السليمة في هذه العملية، لكن في مضاعفة حصلت في العملية، مضاعفة أيا كان نوعها إيه، وده وارد في الكتب الطبية وده وارد في المرجعيات العلمية. فأنا لازم أقول إنه التقييم والشرح والتعامل مع أي مشكلة تحصل من هذه النوعية لازم يتم بطريقة علمية دقيقة جدا، أولا عشان نعطي كل ذي حق حقه، إنه إذا كان للمتوفى حق لازم يرجع له، إذا كان لأهله حق معين لازم ياخدوه من ناحية النفسية والأدبية، وإذا كان اللي أجرى العملية خطأ معين أو مشكلة معينة لازم يعاقب، لازم يعاقب. وهنا الأطباء أمام نقطة مهمة جدا، اختيار الناس بيتم إزاي، اختيار الدكتور بيتم إزاي، ودي من ضمن أساسيات الثقافة اللي أنا حاولت أن أنا أنقلها لكم طوال السنين اللي فاتت دي. ما تختارش دكتور لأنك تعرفه، ما تختارش دكتور لأنك استريحت له، ما تختارش دكتور بناء على أنك أنت مثلا شفته في برنامج في التلفزيون، لا، اختار الدكتور بناء على أنك سألت كويس جدا وباللغة المصرية العميقة جدا اتقصت، كلمة مهمة قوي في الثقافة المصرية في التراث المصري، عملت نوع من البحث والتقصي الدقيق جدا عشان تتأكد، وخصوصا في تخصصات زي دي، تخصصات تتعلق بعملية تنقص حياة الإنسان وقد تكون فيها خطورة على حياة الناس. خطورة تبدأ عندما يكون الاختيار خاطئ، عندما تختار غير متخصص. وللأسف كثير جدا كثير جدا مما يقدم أو مما يقدم على بعض الشاشات بيقدم من غير متخصصين. ده أول عدم درجات التخصص، إنك تلاقي برنامج يتحدث في الطب ولا يوجد فيه أطباء، لا المقدم دكتور ولا الضيف قد يكون دكتور ولا يكون قد يكون غير متخصص. قد يكون غير متخصص بمعنى إن احنا نشوف واحد علمنا نحن متخصصين أو علمنا إنه مثلا ممكن يكون دكتور أورام وبيتكلم في جراحات السمنة، نرى جراح سمنة يتكلم في جراحات التجميل، وللأسف ده في شاشات، وربما شاشات بين قوسين يقال لأنها محترمة ونقدرها من الناحية الإعلامية، لكن ده تخطي رهيب لمنطقية التخصص في مصر. إحنا بنقول هنا هم ينبغي أن يكون من يتحدث مش بس يكون متخصص، متخصص في المجال، أن يكون متخصص وله خبرة كبيرة تسمح له بالحوار الإعلامي والحوار الطبي المتعلق بهذا الأمر. كل ده للأسف الثقافة الطبية في مصر على قد ما تقدمت لكن لسه قدامها باع طويل جدا في نقاط عديدة جدا، وللأسف أنه كتير من الناس بيستغلوا احتياج البسطاء وغير البسطاء.
احتياج الكل الحقيقة، لأنه ساعة المرض الكل أحيانا بيكون الكل، البسيط والمثقف والغني والفقير والمتوسط الحال، كل الناس بتتفق على قاعدة مهمة جدا أو مثل مهم جدا، إن المحتاج أو الغرقان يتعلق بأشياء. أنا بقول للمرضى في كل الفروع اللي احنا اتكلمنا فيهم، أنت مش غرقان. مين اللي قال إن أنت غرقان؟ مريض السكر أنت مش غرقان، حارب وافهم إن السكر ده ممكن يكون جزء من حياتك عادي جدا، وفي ناس عاشت حياتها كلها بكل حالتها، برياضة، بفرحة، بجواز، بقدرات بدنية. يكفي أني أقول لكم إنه لعيب في الدوري الإسباني في ريال مدريد اسمه ناتشو، كلكم عارفينه، عنده سكر وبيلعب، هو عنده سكر بيلعب في أرقى دوري في العالم وفي واحد من أقوى أندية العالم. يكفي أقول لكم إنه في مصر نماذج مهمة جدا عندها سكر طلعت جبال وانجبت أطفال وبتمارس الرياضة بشكل احترافي وهم عندهم سكر. الناس اللي مشي صح هم اللي ما بقوش غرقة. أنا في رأيي إن الغرقان الحقيقي هو اللي بيصدق الأوهام، هو اللي ممكن يروح ورا وهم دواء بيتفرج عليه في شاشة. أنا عايز قبل ما ننهي كلامنا أقول لكم إنه في مصر جهات فعلا يهمها مواطن المصري وبتبذل مجهود كبير جدا، جهاز حماية المستهلك، وزارة الصحة، نقابة الأطباء، جهات يهمهم جدا صحة المصريين ويهمهم جدا سمعة الطبيب المصري، لكن واضح إنه الميراث صعب، وإنه زي ما بيقولوا اتسع يعني الرتق على الراتق، اتسعت فوهت الثقب الأسود المسمى بالنصب تحت مسميات طبية على من يحاولون أن يتصدوا لجاذبية هذا الثقب الأسود، إلى قوة شفط هذا الثقب الأسود لأمال وأحلام المصريين. أرجوكم اقفلوا هذه الثقوب السوداء، اقفلوا هذه الثقوب السوداء في كل فروع الطب. أرجوكم ارجعوا تاني إلى فهم الثقافة الطبية. إحنا بنحاول وفي جهات كثيرة بتحاول. أنا في رأيي أنه المحاولات هتكون أقوى لو تضافرت قوة هذه الجهات معا عشان ننقذ المواطن العربي مش بس المصري من كثير جدا من الثقوب السوداء التي أسميها أنا ثقوب سوداء، وهي في نهايتها حالة من ضياع لحلم كبير جدا عند كثير من الناس بصحة جيدة أو شفاء من مرض أو ضعف. أتمنى لكم دائما كل الخير. حكاية الأقلام بتاع الليزر أعتقد